السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، الناس اللي في الجزائر والناس اللي في تونس والناس اللي في الجاليه المغربيه كامله. وتم اليوم راجي باش نطلب المسامحه من خوتي المغاربه كاملين ومن اليوتيوبرات كاملين. وخويا رانا اللي كاينين شي ناس يقول راحت العصابه تفركتات، حنا خويا نصحح عليكم المعلومه، حنا ما عمرنا ما كنا عصابه. انا راه كنت صاحب عادل وكنت تنوي بان عادل هذيك القضيه غتخرج من فمو، كون خرجت من فمو كانت عندي زوينه من اللي خرجت من فمي انايا. والمهم انايا اللي رانا درتو وراه كنت ديما انايا ما كنتش ما عمري ما كنت ضد هذوك الاولاد، وانا ديما مع هذوك الاولاد. وانا كيما نتوما يا خويا اخوتي المغاربه غندافعوا على هذيك القضيه، انا معاكم ندافع على هذيك القضيه. والبارح باش خرجت هذاك المنبر الاعلامي راه ماشي باش حيت انا ضد عادل، انا خرجت باش عادل يعرف الحقيقه، لان باش عادل ما يبقى حتى شي واحد عنده اللي غايقول ليه راه انت حقاني، راه خاص يبقى حدا حتى واحد. داكشي علاش خرجت انا المنبر الاعلامي وهضرت باش يفهم الحقيقه، لانني انا اللي صاحبه اللي عارفني ما عمري ما غندوزو. وخرجت البارح وهضرت ديك الهضره يعرف بان راه هو يا غادي ماشي في الطريق الصحيح. وخوتي المغاربه وشكرا، وتنطلب منكم المسامحه، واللي عيرتو يسمح ليا واللي عيرني مسامح ليه. وشكرا خوتي المغاربه وسمحوا ليا، واليوتيوبرات كلهم يسمحوا ليا، وانا يا راه من قلبي داخل انا ما ندوخش خوتي المغاربه، انا راه بعيش بالمغاربه وخوتي المغاربه وعاش الشعب، والله يرحم والدينا خوتي المغاربه.